بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. هذا الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين الأخرى أم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ويصوم ويغتسل. معنى هذا أنه يغتسل بعد طلوع الفجر. وفي رواية لأم سلمة: ولا يقضي، يعني ما يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه أصبح وهو جنب. فهذا الحديث يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، هما ينقلن لا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يطلع عليها الرجال، فالرجال لا يطلعون على مثل هذا، لأنه يصبح جنبا عند الواحدة منهن ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، وأن الجنابة لا تؤثر على الصيام ما دام انتهى من جماعه قبل طلوع الفجر. وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن فضل كبير على هذه الأمة، حيث نقلنا الفقه الذي يطلعن عليه ولا يطلع عليها الرجال غالبا. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن يجب علينا أن نترضى لهن وندعو لهن ونشكرهن ونحبهن بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتعرض لهن بسوء، لأنهن من فضليات النساء رضي الله عنهن أجمعين. فاستفدنا منهن فقها عظيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وإنما يطلع عليه النساء. ولعل هذا من الحكمة في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أباح الله لهن أن يتزوج أكثر من أربع ويجمعهن في عصمته، فقد كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين تسع نسوة.
وكان عليه الصلاة والسلام في مرضه يقسم بينهن ويسأل من حوله أين أنا هنا اليوم وأين هنا غدا. كان ينسى عليه الصلاة والسلام صاحبة اليوم لكثرتهن، فكان عليه الصلاة والسلام يقسم بين 9 نسوة، وهن في الحقيقة 8 نسوة، لأن 9 تنازلت عن حظها ونصيبها في القسمة لأختها وضرتها وهي عائشة رضي الله عن الجميع. فسودة رضي الله عنها هي أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بعد وفاة خديجة ثم بعدها عائشة رضي الله عن الجميع. فلما كبرت وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحب أن تكون زوجته في الجنة ومعه في الجنة، فتنازلت عن حصتها وقسمها لعائشة رضي الله عن الجميع. فتقول عائشة وأم سلمة، ولهذا الحديث قصة، وذلك أنه اجتمع جماعة عند مروان بن الحكم فتنازعوا واختلفوا هل يجوز أن يصبح من أراد الصيام جنوبا، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي أن من أصبح جنوبا فلا يصوم، من أصبح جنوبا لا يصوم، لا يتم صيامه. فأرسل مروان بن الحكم إلى أمهات المؤمنين إلى أم سلمة فقال: هل يصبح من أراد الصيام جنبا؟ فأجابت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رواية من جماع ويصوم. فالمسؤول عنه أتى الجواب في هذا الحديث بهذا الحديث عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح جنوبا وصام واغتسل بعد طلوع الفجر. يا أحد أراد يتخطى الحلقة يرد من هنا ولا من هنا ولا من أي جهة يدخل ما يترك. وكذلك روي هذا الحديث عن عائشة وهو في الصحيحين، يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فتراجع أبو هريرة رضي الله عنه عن فتواه وقال: هن أعلم، يعني صاحبات العلاقة هن أعلم منهن. وأبو هريرة رضي الله عنه أخبر بأنه لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتراجع رضي الله عنه عن فتواه وقال: هن أعلم، يعني أمهات المؤمنين أعلم بهذا مني وممن رويت عنه. فهو روى عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وروى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ففهم من هذا
أن للمرء أن يجامع زوجته إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر أمسك. ومن المعلوم أن من جامع إلى طلوع الفجر أنه سيطلع عليه الفجر وهو جنب، فلا يضيره ذلك، لا يضيره ذلك ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز للمرء أن ينام على جنابه ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يجوز له ذلك واغتساله أولى. الاغتسال من الجنابة قبل طلوع الفجر وقبل النوم أفضل، فإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا بأس. وفهم منه أن للمرء أن يؤخر الاغتسال ما دام في الوقت سعة، فيجوز له أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وأراد الصلاة فله أن يغتسل. كان يصبح جنبا من جماع، يعني لا من احتلام، وأما الاحتلام فلا يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان بالعبد، كأنه يريه أنه يجامع، وهكذا وهذا لا يتأتى من الشيطان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتلاعب به. وفهم من هذا أن الاحتلام قد يطرأ على المرء وهو صائم، وفي أثناء الصيام وقبل الصلاة وبعد الصلاة يطرأ عليه متى ما نام، صح أن يحتلم ولا يضيره، إنما الجماع هو الذي يؤثر على الصائم إذا جامع في نهار رمضان أو جامع زوجته بعد طلوع الفجر. وفي الرواية الأخرى ويصوم، قد يقول قائل إنه قد يصوم ويقضي ذلك إذا كان واجبا، فجاء في الرواية الأخرى ولا يقضي، يعني لا يقضي هذا الصيام، بل صيامه صحيح سواء كان فرضا في رمضان أو غير رمضان أو كان نفلا متى ما صام أو أراد الصيام، فله أن يجامع زوجته حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر أمسك، ولا يظهره تأخير الاغتسال. ويؤخذ من هذا كذلك يقاس عليه مثله أن المرأة قد تكون حائضا وينقطع حيضها وتحصل الطهارة والقصة البيضاء قبل طلوع الفجر، فتصبح صائمة مع الناس ولو أخرت الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر أو إلى ما بعد صلاة الجماعة، المهم ألا تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس، لأنها تؤخر بهذا صلاة الفجر. فيجب على المسلم أن يحرص على التفقه في الدين وأن يعلم أهله ما يشكل عليهم، فالمرأة قد تكون حائضا وقد تكون نفسا، فينقطع دم حيضها أو دم نفاسها قبل الفجر فتصبح صائمة وإن لم تغتسل. أما إذا طلع الفجر وحيضها متصل مستمر وكذا دم نفاسها متصل، فلا يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم،
لأن الصيام يجب أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا فات عليها بعد طلوع الفجر ولو قليل فإنه لا يصح صيامها. هكذا يجب على المسلم أن يتوقف في الدين وأن يرجع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه. فهذا مروان بن الحكم ومن معه من سألوا في هذا ما سألوا كبار الصحابة، وإنما أرسلوا لإحدى أمهات المؤمنين يسألونهن عما أشكل عليهم في دينهم. فإنه يجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم في هذه المادة وهذا الشيء، ولا يتساهل في دينه. وليس المراد الأعلم، وإنما الأعلم والأفقه في هذا الشيء وحده. عليه أن يرجع إلى أهل العلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد عائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق، وهي أفضل أمهات المؤمنين ما عدا خديجة رضي الله عنها، فالخلاف بين العلماء في فضلها هي وخديجة أيهما أفضل. فخديجة أدركت أشياء لم تدركها عائشة، وعائشة أدركت أشياء لم تدركها فخديجة. عائشة رضي الله عنها تفقهت في الدين وعلمت الفقه، وسارت مرجعا للرجال والنساء في فقهها. وأما خديجة رضي الله عنها فهي أدركت مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامها معه وإنفاقها عليه، وهكذا قامت في مؤانسته حين الوحشة وحين قلاه الناس إلا من شاء الله منهم واصطفاه رضي الله عن الجميع. فيقال لكل واحدة من عائشة وخديجة فضل لم تدركه الأخرى، فلعلهن كن يتساوين في الفضل. وأما بعد ذلك فلا يلحقن عائشة بالفضل رضي الله عن الجميع. وهذه أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة، وكانت ذات رأي ومشورة، وكانت تشير على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل مشورتها رضي الله عنها، وكانت مرجع للنساء ولأمهات المؤمنين رضي الله عنهن إذا حصل بينهن شيء من الشحناء أو نحو ذلك، فكانت مرجعا لهن لأنهن يرجعن إليها فتفيدهن رضي الله عنهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بأن يذهب الله غيرتها. فكانت رضي الله عنها بعدما توفي عنها أبو سلمة تقدم لها أبو بكر خاطبا فردته، ثم تقدم عمر خاطبا فردته، ثم تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عمر: رددتيني ورددتي أبا بكر، فما يسعك أن تردي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها: مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد، لكن في ثلاث خصال أخشى أن لا يتحملهن،
عني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره ومعي صبية. وذكرت الثالثة رضي الله عنها فقال: أما الغيرة فأرجو الله أن يذهبها، أدعو الله أن يذهبها، وأما الصبية فتجدين من يعينك عليهم، وأما أولياؤك فقالت: لا أحد من أوليائي حاضر يشهد الزواج هذا، فقال: لا أحد حاضر ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها عمر: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبية، ولد وبنت عمر وهند رضي الله عنهما. زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن أمهات المؤمنين يرجعن إليها لأنها معدومة أو فاقدة أو قليلة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. وهي الذي امتحنت في أولادها، وافتحنت في سفرها، وافتحنت في حياتها كلها، حتى اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها زوجة له، فصارت بدلا من كونها أم سلمة صارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. جبر الله خاطرها بصبرها على ما حصل عليها من المصائب، فمنها أنها سافرت مع زوجها أبي سلمة للهجرة إلى الحبشة، فلما رجعوا إلى مكة ظنوا أن أهل مكة قد أسلموا فرجعوا، فعلم أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر للمدينة فأراد الهجرة بها، فامتنع ذووها، قالوا: أنت تذهب حيث شئت، وأما ابنتنا التي هي أم سلمة فلا نوافق على أن تذهب معك للمدينة. فذهب وتركها في مكة، فجاءها أقارب أبي سلمة فأخذوا ولدها منها، وقالوا: لا نوافق على أن يبقى ولد أبي سلمة عندكم عند أهل أم سلمة. فتنازعوا وأخذوا الولد، فبقيت رضي الله عنها في مكة صابرة محبوسة عن ولدها وعن زوجها وعن من تحب رضي الله عنها وأرضاها. فاحتسبت ذلك وصبرت، ثم لما كانت تبكي سنة على الولد وعلى فقد زوجها حن لها أقارب أبي سلمة فقالوا لها: اذهبي. حن لها أقاربها وقالوا لها: اذهبي إلى زوجك. فعزمت الرحيل، فأعطاها أقارب أبو سلمة أعطوها الولد وقالوا: خذي ولدك معك. فسافرت به إلى المدينة رضي الله عنها. هيأ الله لها رجلا صالحا يسير معها حتى وصلت وقربت من المدينة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وعن عائشة وأم سلمة، وكان من مشورتها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد صلح الحديبية، بعدما جرى الصلح بالحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، في ذلك الوقت يمثل كفار قريش، مغضبا. فقالت: ما لك يا رسول الله تغضب؟ قال: ورما أغضب؟ أغضب لأني أمرت الناس بأن يتحللوا فلم يفعلوا، وأنا صلحت مع كفار قريش على أن نرجع هذه السنة
ونعود في السنة القادمة إن شاء الله. فقالت: أو تحب ذلك؟ قال: نعم، أحب أن يمتثلوا أمري. قالت: أخرج يا رسول الله وادع بالحلاق ولا تكلم أحدا وانظر ماذا سيكون. فخرج أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق فحلق ونحر هديه، فتسارع الناس في الامتثال حتى كادوا يقتتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبمشورة أم سلمة. لما قالت: لا تقل للناس شيئا، افعل أنت وانظر ماذا سيكون. فلما فعل رأى ما يسره ويعجبه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي، يعني لا يقضي ذلك الصيام، فليعتبره صوما صحيحا سواء كان من رمضان أو غير رمضان، وسواء كان واجبا أو نفلا. مفردات الحديث: يصبح جنبا، يدخل في الصباح ويطلع عليه الفجر وهو في حال الجنابة لم يغتسل منها. جنبا سميت الجنابة جنابة لكونها سببا لاجتناب العبادة أو لما سميت الجنابة، لما سميت الجماع جنابة، أو معنى عليه اغتسال جنابة قيل عليه جنابة، لأن الجنب بعيد عن العبادة، يعني لا يصلح أن يصلي، بعيد ما يصلح أن يصلي، فسمي الجماع جنابة لأن صاحبه لا يصلح للصلاة، أو لأنه ابتعد وجانب عن الماء، الماء الذي ينزله مثل الجماعة أثر الجنابة ابتعد عنه وبعد عنه. سميت الجنابة جنابة لكونها سببا لاجتناب العبادة أو لأن الماء باعد وجانب محله. من جماع من سببية، والمعنى بسبب جماع، وليس عن جنابة، ليس عن الجنابة من احتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحسن منه الاحتلام، لأن الاحتلام تلاعب بالشيطان بالعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب منه الشيطان. ما يؤخذ من الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع من الليل وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، فيصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويتم صومه ولا يقضيه. هذا عام في رمضان وفي غيره. قال ابن كثير: وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا. الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كلهم يقولون بهذا، ما أوله ولا رده أحد منهم. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، وحكاه الوزير إجماعا، فإن الآثار في ذلك متواترة. صحة صوم من أصبح جنبا من جماع أو غيره من الليل.
إذا جاز في الجناء في الجنابة من الجماع فمن غير الجماع أولى. إذا كان من غير الجماع من إنزال المني مثلا أو من احتلام أو غير ذلك فهذا أولى، لأن الأخير قد لا يعذر وقد يكون بدون اختياره. لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا بين رمضان وغيره. جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الصبح. لو طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن عليه القضاء والكفارة لأن النزع جماع. وجمهور النزع جذب الذكر من الفرج، يقول هذا من تمام الجماع، معناه أنه لو طلع الفجر وذكره في فرج زوجته فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم ويؤدي الكفارة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بأن النزع ليس بجماع، وإنما النزع هو نقل الإنسان نفسه من الجماع إلى حالة غير الجماع. لو طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن عليه القضاء والكفارة لأن النزع جماع. وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أن النزع ليس بجماع، وأنه يجب عليه النزع ولا قضاء عليه ولا كفارة. يؤخذ من جواز طلوع الفجر على الصائم وهو جنب جواز طلوع الفجر على الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نقلنا للأمة من العلم الشيء الكثير، لا سيما الأحكام التي لا يطلع عليه إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرس الغد إن شاء الله في هذا الكتاب. يقول السائل: هل يتم حساب نصاب الزكاة تبعا ل 85 جرام من الذهب عيار 18 أو 21 و24؟ بل النصاب يعتبر بالعيار المتقدم الذي هو 24، يعني الذهب الخالص، وما كان فيه من زيادة غير ذهب فلا حساب لها في الجرام النصاب. يقول السائل: هل بني إسرائيل هم اليهود؟ بل هم اليهود والنصارى، كلهم يقال لهم من بني إسرائيل. يقول السائل: اضطريت أن أضرب إبرة مغذي في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟ وهل يلزم القضاء؟ الإبر أنواع، إبر مغذية، فهذه تفطر بالإجماع. وأما الأبر غير المغذية المنشطة أو المقوية أو المعالجة فهذه فيها خلاف. يقول السائل: أعطيت شخص دولارات داخل المسجد الحرام على أن يعطيني مقابلها من عملة بلادنا بعد الرجوع، فهل هذا يعتبر بيعا في المسجد؟ وقد طلب مني شخص آخر أن يشتريها قبله. إذا تبايعتا أنت وإياه، قلت له: خذ هذه الدولارات وتعطيني بدلها ريالات
أو دراهم أو جنيهات أو أي عملة أخرى مثلا واتفقتم على السعر ولم يكن هناك دفع فهذا لا يجوز من ناحيتين. الناحية الأولى أنه داخل الحرم كما تقول، الثانية أنه بيع، أنه صرف بلا نقد، صرف بلا نقد. أما إذا أعطيتها إياه كأمانة أو كعنده أو وديعة أو قرضا، فإذا وصلت إلى بلادك تصارفت وإياه، فهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول السائل: ماذا نقول على من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه؟ هؤلاء أشقياء وضلال، وإلا فهن من خيرات النساء رضي الله عنهن، وهن حبيبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تعرض لهن فقد تعرض لسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من خير النساء، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ولا نقول بكفر ذلك الرجل من أجل هذا الكلام. يقول السائل: امرأة اعتمرت ولم تقص شعرها ناسية، وبعد مرور بضعة أيام تذكرت فقصت شعرها، هل عليها شيء وهل عمرتها صحيحة؟ عمرتها صحيحة وليس عليها شيء إذا لم يمض عليها إلا هذه الأيام ولم تقترف محظورا آخر كالجماع مثلا. إذا اقتربت الجماع فعليها هدي، وأما إذا لم يحصل منها جماع مع زوجها وإنما أخرت التقصير 4 أيام أو 10 أيام فلا يضيرها ذلك. يقول السائل: الحامل إذا خافت على نفسها ثم خافت على ابنها، هل تقضي فقط أم مع الكفارة؟ إذا خافت على نفسها أو على نفسها وولدها فليس عليها سوى القضاء، لأنها في حكم المريضة. وأما إذا خافت على ولدها وهي لا تخاف على نفسها ولا يضيرها ذلك، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. يقول السائل: رجل حفظ القرآن ثم نسيه، فأراد أن يراجع حفظه من أجل المشاركة في مسابقة توظيف الأئمة، فهل هذا نيته غير صحيحة؟ هذا نرجو الله أن لا يدخل في الرياء، لأنه يجب عليه أن يحافظ على حفظه، فإنما سنحت الفرصة له لهذا السبب فحافظ على حفظه وكرره، فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل تكون العمرة الواحدة لأكثر من واحد؟ وكذلك الحج، هل يصح الطواف والسعي عن الغير؟ العمرة الواحدة لا تصح إلا عن رجل واحد، عن الأب أو الأم أو الأخ أو غير ذلك من الناس، فلا يجوز أن يجمع الاثنين في عمرة واحدة. يقول السائل: هل صيام 6 أيام من شوال في الحرام يساوي الصيام في الدول الأخرى؟ العمل الصالح في مكة مضاعف إن شاء الله، ولا يقال إن الصيام في مكة النفل يساوي الفرض، العلم عند الله جل وعلا في هذا. يقول السائل: شربت ماء كثيرا ثم تجشأت فخرج ماء قليل فابتلعته والمؤذن يؤذن، هل يؤثر على صيامي؟ لا يا أخي، لا يؤثر على صيامك إن شاء الله، لأنك تقول ابتلعته وهو يؤذن،
وشرب الماء لو كان يؤذن فلا يضيرك إن شاء الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.